اوكي حبيبي اليوم عندنا سلاح جديد يا صديقي، مثل ما انتم شايفين شباب باقي 10 ثواني ينزل لنا سلاح جديد حبيبنا. ليديز اند جنتلمان، مثل ما انتم شايفين شباب باقي 5 ثواني شباب راح ينزل سلاح، شباب ما بنعرف شو السلاح راح ينزل يا اساطير. سو ليديز اند جنتلمان قبل ما نبلش باي شيء لا تنسوا صلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، مثل ما انتم شايفين لا تنسوا باللايكات والشيرات والبارتجات يا حلوين. اوكي يلا ندخل نشوف شو نكتشف السلاح اللي راح ينزل يا اساطير. قول وطبا الاسي معلم رويال معلم حبيبي والله. مثل ما انتم شايفين شباب هذا السلاح طبعا من الاسلحه يعني القليل منزل عليها سكنات كثيره يا اساطير، هذا اللي حد سلاح شباب الاي سي. سو حبايب مثل ما انتم شايفين شباب خلينا ندخل على هون، مثل ما انتم شايفين عندنا هون فيه اثنين شو؟ اثنين بالمدى حبايبنا، مثل ما انتم شايفين هون عندنا اثنين بالمدى شباب، وعندنا فيه ذخيره كثيره تمام يا اساطير، ولكن عندنا هون الموفمنت سبيد خفيف حبايبنا. اوكي حبايبنا خلينا نبلش شباب يا اساطير، وحان وقت ال حرق الماكينه، يلا نشوف حبايبنا ليتس جو، يلا نعمل اول لفه شباب نشوف حظنا شلون راح يكون حبيبي والله. قول لي نشوف الاسي معلم يا زلمه ايش هذا ايش هذا، بلشنا من حظ البيت معلم من اولته، بلشنا من حظ البيت من اولته شباب، بلشنا ولا شلون يلا هات نشوف ويلي. ايوه يا جميل، بس هو شباب قبل ما نعمل اي شيء شباب حبيت اشوف شيء صغير، مثل ما انتم شايفين منزلين هون اسلحه جديده شباب موجوده عندنا هون شباب اسلحه، يعني هدول الاسلحه بتذكر كانوا نازلين بشي متجر او شيء، والصراحه ما اتذكر شباب، هون عندنا اسلحه جديده شباب، عندنا حتى سكار جديد مدح حبيبي والله معلم. خلينا نكمل نشوف يلا ما هذا السلاح شباب الاي سي شباب من الاسلحه يعني اللي فيه ميزه حلوه شباب، كل ضربه بضربه بيزيد الدمج، ما اعرف اذا منكم يعرف هذا الشيء ولا لا شباب، اول ما تضرب من اول ضربه والضربه اللي بعدها كل ما بتزيد الدمج اكثر واكثر، بس ولكن مع هذا السلاح شباب عندنا المدى فيه كثير. اوكي خلونا نجرب شباب نشوف شو وضع هالسلاح الجديد راح يكون حبايبي، يلا نشوف. اوكي يا اخي راح نقدر نحصل عليه ولا لا اليوم يا زلمه؟ راح نقدر نحصل على جد جدا ولا لا معلم؟ يلا معلم ليتس جو يلا هي هي ان شاء الله. قول لي حصلنا عليه بشكل 4-7 ايام حبيبي والله. اوكي كم باقي معلم؟ يا شباب طلع معي يعني باقي لا خلاص هي ما طلع يا الله والله شاب راح ينشف لي ريقي هذا، انا خايف يطلع لي هلا السكار شباب، ترى اذا طلع السكار معلم راحت عليه، هذا هو السكار يا ربي يا ربي شباب، هذا السلاح عدد قول لي اللك على 103 لا خفت اقسم بالله خفت يروح ينزل على اللك 100 شباب، تعرف لما يوصل لك 100 يا معلم يلا ولوك بليز بريز بريز معلم ويل ما بده يطلع يا شباب، شوف اللك عنده 114 يلا اطلع والله كبس تيك معلم بشرى حبيبي والله يا بوي واخيرا يا زلمه يلا خلينا ندخل شباب نشوف السلاح الجديد. يلا ما شاء الله بالنسبه للسكار فيه اثنين مدى يعني شباب فيه اثنين مدى، بس ولكن يعني حبيبي والله اهم شيء اهم شيء خلينا ندخل شباب، اهم شيء نروح ندخل نشوف الاسي شباب. طبعا مثل ما قلت لكم الاسي هذا شباب السلاح الاي سي 80 ما في منه يعني، هي اول سكين الي باللعبه شباب هذا الاي سي الاي سي 80 بصراحه كان شباب كشكل حسك هيك بشيء فرعوني على فرعوني ما بعرف شو شباب يعني حبيبي والله. سوري شباب افرجيكم بشكل سريع يب ندخل على التدريب، طبعا ندخل على التدريب شباب ونجرب يعني شيء اكيد هذا الشيء حبيبي افرجيكم يلا حبيبي والله. هات نشوف شباب وضعه فيه مدى والسرعه، طبعا شباب المدى حلو كثير بالالعاب بالالعاب شباب، خاصه لما يكون عندنا سلاح فيه يعني فيه سكوب فهمتوا علي يعني ما فيه يعني ما فيه سكوب جاهز فيه منه فهمتوا علي كيف؟ يعني بالمدى شباب لما يكون في شيء مدى حلو بينفع كثير، هات لنشوف شباب وين هذا الوضع؟ نجي شباب صراحة يعني كثير ماني متحمس فيه هيدا فيه 11 طلقة تمام؟ اوكي خلينا نقدر نكبره على جنب للاسف لا صح ما في نقدر نركب له مخزن للاسف شديد، نركب له هاي تمام؟ مثبتات هون تمام ونركب له خلينا نركب ركب هاد وشو بقى؟ ركب له بوش تريت شباب حبيبي والله يلا اوكي
مبدئيا حبايبي مبدئيا طبعا مبدئيا شباب راح نشوف الدمج كيف راح يكون عليه حبايبي مثل ما انتم شايفين عندنا هون دمج 300 تمام مبدئيا 76 67 عفوا 67 حلو اوكي مبدئيا شباب هذا هو الدمج المدى تبعه خلينا نشوف المدى شايفين مدى شباب ما اختلف شيء بالمدى معلم المدى شباب يعني طار يعني ما في فرق كثير فهمت علي كيف يلا خلينا ندخل نشوف نجربه شوف باللعب كيف وضعه هالسلاح طب شباب هذا السلاح يعني هذول هالسلاح شباب ما في والله ما اتوقع حبيبي والله في حاجة يقول شوت يا سلمى حبينا نجيبه ون شوت بس ولكن شباب يعني ثواني معلم يا زلمة والله الشباب يعني الصراحة لك هيت جبتوا هيت يا الله لك جبتوا هيت شباب 50 شباب شباب سكين زاد زاد 50 ضرب أول ضربة من بعد طول بالك 50 80 شباب ركزوا معي شيء 50 86 والله يا زلمة هذا جايب السنايبر جاي لهون ربك يا زلمة جايب السنايبر طول بالك خلينا نشوف بس حاول نفتح الدول الان قول لي سكيمنا معلم راح تحاول تجي راح الدور على الاثنين هون يا شباب لا حول قوة الا بالله معلم هذا جاي لي بالسنايبر كمان ابلع والله الشباب الهيد 232 يعني ضربة راس معلم جرب هذول معلم مين يضرب الباب هون شباب اوكي 55 يضرب معلم اول ضربة هنجرب نحاول نضرب ضربة 55 يعني اول ضربة 55 وين يا زلمه هذا هو السنايبر تبع الضرب دوخنا يا اخي شو هذا معلم قول بالك معلم غير شو حاول نضرب شو يفتح سكوب مثلا يا اخي هذول يتحركون يا اخي 50 86 يعني شباب يعني ضربتين يعني ركزوا معي شيء ضربتين شباب 50 يعني راح تقريبا نص دمه يعني اكثر من نص دمه يعني باختصار لما تضرب ضربتين هيك طول طلع لما نضرب اول ضربتين شباب ترى 51 خط 80 هذا معلم 91 حبيبي والله معلم هذول شايفهم مصحصحين يا زلمه طلع اقسم بالله شباب شو عملت لكم فيه يا لطيف قولي ها بلش تاخذ ايدنا شباب ايدنا ما كانت حميان هات لنا نشوف صراحة شباب كسلاح والله يعني صراحة اول يعني هذا يعني شرح يعني يعني هو مقارنة بالدراجون اوف شباب يعتبر يعني اثنين تقريبا بالنسبة لي يعني سلاحات مرتبات شباب طبعا شباب هالسلاحة يعني انا بالنسبة لي شخصيا راح احاول العب فيهم اكثر واكثر نحاول نجربهم اكثر واكثر شباب الرانكد ان شاء الله بالبس اوكي اكثر واكثر حبايبي سو ليز سجلت من حبايبنا ان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع اوكي كسلاح بصراحة سلاح مرتب كشكل حلو كثير بس ولكن شباب هذا السلاح يعني اذا نزل منه عن قريب شيء دمج واحد والسرعة 2 راح يكون سلاح يا لطيف اوكي حبيبنا سو ليديز اند جنتلمان ان شاء الله عجبكم مقطعنا اليوم يا اساطير لا تنسونا بزر اللايك ومشاركه وشير وان شاء الله استفدتوا بهذا المقطع اعطونا رايكم بالتقييم كل هذا السلاح حبايبنا بالتعليقات بصراحه انا تقييمي شباب هل السلاح تقييمي 7 على 10 خلينا نقول اوكي فيه مدى كثير حلو شباب كثير حلو اوكي سو نشوفكم على خير السلام عليكم